نعم. سؤال يقول: المرأة تتجمل لزوجها في البيت وهي تريد بذلك إرضاء زوجها والظهور أمامه بمظهر جميل، ما شاء الله، ما هو المانع من ذلك مع العلم أن أنواع التجميل هذه اشتركت فيها المسلمات والكافرات، فهي ليست خاصة بالكافرات، ولا سيما أن طلاء الوجه كان معروفا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وأنهن كن يطلين وجوههن بالورد. نرجو تفصيل الرد. لا بأس للمرأة أن تتزين لزوجها بما لا مخالفة في هذه الزينة لشريعتها، أما إذا تزينت بما فيه مخالفة فهذا لا يجوز لها. والطلي هذا الوارد في الحديث فهو طبعا لا نستطيع لا أن نقول بجوازه، لكن الطلي المعروف اليوم فهو أمر أجنبي وليس من الإسلام في شيء، وإنما المسلمون تلقوا عن الكفار حينما استعمروا من قبلهم، ثم لما خرجوا وتركوا آثارهم من بعدهم، فنحن الذين نزعم بأننا نريد أن نحاربهم نؤيدهم في هذه الآثار من حيث لا ندري ولا نشعر، ولذلك فينبغي التفريق بين زينة هي من عادة كفار أو كافرات، وبين زينة أقل ما يقال أنها عادة خاصة بالمسلمين، فهذه جائزة وتلك لا تجوز. نعم.